اللهجة العامية المصرية عاملة جدل كبير جدا، والناس بدأت تتكلم عن مسلسل الحشاشين. والسؤال ليه المسلسل بيتم تصويره أو أداء الممثلين باللهجة العامية؟ والحقيقة يمكن تكون دي مش أول مرة، احنا شاهدنا أعمال قبل كده باللهجة العامية المصرية على يعني فترات طويلة، غير أنه العام الماضي كان الإمام الشافعي، لكن قبل كده كان في أيضا مسلسلات قبل كده تم أيضا استخدام اللهجة العامية. هو مش استسهال، ولكن كتير جدا من المؤرخين بيقولوا كلام كتير بأنه هذه هي اللهجة اللي كانت مستخدمة، لم يتحدث المصريين الفصحى الكاملة. خلينا نعرف إيه اللي كان بيحصل في الأزمنة دي. هل كان الشارع المصري والحارة والأماكن في الأزمنة المختلفة وفي يعني القرن اللي قبل ده كانوا بيتحدثوا بالفصحى، ولا كان في لهجة مصرية؟ نروح إلى التاريخ ونسأل المؤرخ رحاب الدين الهواري. أستاذ رحاب، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، كل سنة وحضرتك بخير. وانت بألف خير. يعني أنا قرأت كثيرا عن أزمنة كتيرة بأنه لم يتحدث أبدا المصريين في أي وقت الفصحى الكلاسيكية، يعني هقول لحضرتك يمكن عشان نحسم هذه القضية تماما، في كتاب عظيم جدا للغوي العظيم الراحل الدكتور شوقي ضيف بعنوان العامية فصحى محرفة، يعني حتى من عنوان الكتاب العامية فصحى صحيح، العامية فصحى محرفة بيقول فيه وكأنه بيجزم، والكتاب صادر من أكثر من 40 سنة، بيقول أن العامية الحالية بدأت خلال القرون الأولى لفتح العرب لمصر، يعني العامية اللي احنا بنتكلمها الآن من القرن السابع الميلادي نفس العامية اللي احنا بنتحدثها، مع استخدام بسيط لبعض الأفعال في الفصحى والضمائر. صحيح. يعني هو بيقول ان الأفعال والضمائر فقط اللي واخدينها من الفصحى. بيسأل يعني بيقول النموذج اللي حصل او العامية هذه جت منين، او هذا المزيج اللي احنا بنتكلمه جه منين، ان كان في الوقت ده اللغة القبطية المصرية قبل دخول الإسلام في القرن السابع لمصر، مع نزول عدد كبير من القبائل العربية بعد دخول الإسلام، عدد كبير وخاصة من القبائل الهلالية جم إلى مصر ثم إلى المغرب العربي. هذا المزيج خلق العامية الحالية اللي احنا بنتكلمها، من احتكاك القبطية الأصلية مع دخول الإسلام مع الفصحى اللي موجودة من القبائل العربية، فنتجت العامية اللي هي بيقول عليها لغة الحكي اللي احنا بنحكي بيها حتى الآن. وهنا كمان إذن أقول أنه ده أنا بشوف من وجهة نظري، وخليني أتعامل مع المسألة كمشاهدة زي المشاهدين، أنا بأرى أن دي منتهى الواقعية. يعني يمكن الأعمال اللي كنا بنلجأ فيها إلى لما يبقى عمل تاريخي فنتحدث بالفصحى الكلاسيكية، ولكن هنا دي منتهى الواقعية. ليه؟ لأنه كمان هنا بنشوف الرجل اللي موجود في الشوارع وفي الأزقة وفي الأماكن القديمة والبائع والتاجر، فكل دول ما كانوش بيتحدثوا الفصحى اللي بنتعلمها في المدارس أو في الجامعات، يعني الفصحى الكلاسيكية كان ليهم اللهجة العامية زي ما حضرتك قلت، فكده الدراما تبقى أقرب إلى الواقع القديم. ده اللي هأكده لحضرتك ويتفق مع كل اللي حضرتك بتقوليه، إن الدكتور شوقي ضيف ضرب مثل عظيم جدا، بيقول إن كلمة ما بعرفش إضافة الشين دي حصلت في القرن السابع الميلادي، كانت بتتقال إيه؟ ما بعرف. ما بعرف ما قلت. ايوه، فاحنا زودنا الشين، فما قمل واحنا عندنا شين كتير، يعني ما بعرفش ما باكلش ما بشربش. الشين دي اختصار لايه؟ الشين دي اختصار لكلمه شيء، يعني ما قلت شيء. أيوة. فما قلتش، ما عرفتش. صح. حضرتك في مثل شائع جدا جالنا من ايام الدوله الفاطميه بيقول ايه؟ الذوق ما خرجش من مصر. كلمه ما خرج، لا قال ما خرجش. أيوة، الذوق ما خرجش من مصر. الذوق ده كان مين حضرتك؟ كان الإمام سيدي العارف بالله أحمد. أيوة. الذوق في عصر الدولة الفاطمية. صحيح صحيح،
فقالوا ما خرجش من مصر واستخدموا هنا العاميه المصريه. استخدموا العاميه المصريه. انا كمان سمعت يعني مثلا عند احمد بن طولون وفي احاديث كتير عنه انه لما كان بيسال لماذا انت بتدي الـ 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 الوظائف الى المصريين رغم ان اللسان مكسور، فهنا كانوا يقصدون بان المصريين لا يتحدثون الفصحى. فاذا كل يعني كل التاريخ بيقول بانه دائما كان عندنا لهجتنا العاميه موجوده. يعني ربما كان الفصيح هو الشاعر، هو الأديب، هو العالم، هو المدقق، هو 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 المؤرخ، لكن رجل الشارع ورجل الحياة كان يتحدث العامية المصرية. لغة الكتابة كان لابد تختلف عن لغة الشارع، زي ما حضرتك بتقولي لغة الدواوين كانت هي اللغة الفصحى، بدليل ان مثلا فيما بعد الشيخ العرب همام استعان بقبطي من اهل مصر للمسؤول عن الحسابات، لانه كان بيجيد الكتابة بالفصحى والحسابات، اما أكيد. رجل الشارع فده التاجر اللي بيتاجر معاه فبيتحدث لغة الشارع اللي ما زلنا بنسمعها، واعتقد انه كان يعني كان قرار عظيم جدا من صناع المسلسل طبعا انه يبقى باللهجة اللي احنا نستمتع بيها، وده يمكن اللي عمل جمهور عظيم من اول يوم وعمل حاله من الجدل. اكيد. إذن تنتصر الدراما وتنتصر اللهجه العاميه في الحشاشين او في غير من الاعمال التاريخيه، انها تنتصر للهجه العاميه المصريه اللي هي كمان منتشره في العالم العربي كله. اشكرك شكرا جزيلا المؤرخ رحاب الدين الهواري. زي ما قلت لكم فعلا العاميه المصريه منتشرة كمان في العالم العربي، كل العالم العربي يجيد العامية المصرية وعارفين العامية المصرية، ما هياش بعيدة عنهم أبدا. فإذا كده حاولنا بشكل علمي كمان إن احنا نضيف شيء تاريخي إلى هذا الجدل علشان كمان يبقى فاهمين لماذا لجأ مسلسل الحشاشين لهذه الكتابة. أنا في رأيي هو انتصار للهجة العامية.